السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى نتكلم على ازاي نعمل implementation للبوكس اب. بس قبل ما افكر ان انا ابدأ امد ايدي في الكود، انا محتاج ان انا افكر ايه هو البيزنس بتاعي وشكل المودلز، لان احنا ما اتكلمناش على المودل هيبقى عامل ازاي. فتخيل ان دلوقتي انت دلوقتي عندك هيبقى عبارة عن ايه. انت لازم يكون عندك هنا ده الستور، تمام، وهيكون عندك هنا كل ستور فيه مجموعة من البوكس، تمام. إذا هو هنا ايه، في ريليشن عندي ما بين الاثنين. طبعا الريليشن هنا بالشكل ده كده، ممكن يبقى الكتاب موجود في اكتر من ستور، وممكن يكون موجود في ستور واحد، والستور نفسه ممكن يحتوي على اكتر من كتاب. اذا هنا العلاقه هنا ايه، ميني تو ميني. انا بتكلم على داتابيز كمان ديزاين. هنا ايه، الستور نفسه ممكن يكون اكتر كتاب، الكتاب الواحد ممكن يكون ميني تو ميني. تمام، هل ينفع وان تو ميني؟ ينفع برضه وان تو ميني. العلاقه هنا يعني مش شرط ان الستور، يعني الستور بيحتاج على اكتر من 3 كتاب، تمام، وكتاب بيحتوي على اكتر. ما ينفعش حاجه اسمها كتاب بيحتوي على اكتر من كده ستور. فهنا اذا ايه، انتوا مشيتوا ورايا وخلاص. لا، العلاقه هنا وان تو ميني. انا بس ان انا ايه، حبيت اشوف الناس فايقين معايا ولا لا. اذا هنا قول ان الحته دي غلط، ان الجزء ده هو اللي ايه، تمام. هنا العلاقه هنا وان تو ميني. مبدئيا احنا دلوقتي عرفنا العلاقه. طب ايه هو الديتيلز اللي هيبقى موجود، او هو الموديل بتاع البوكس ده بيحتوي على ايه، عشان نكون بنفكر. هو انا لما باجي امسك كتاب في ايدي، ايه اللي انا بشوفه؟ بقدر اشوف هنا التايتل، بقدر اشوف الاي اس بان نمبر، بقدر اشوف مين الاوتر اللي كتبه، بقدر اشوف ديسكريبشن حوالين البوك، بقدر اعرف مين الببلشر نفسه اللي عمله، واقدر اعرف عدد البيجز. يبقى اذا انا هنا محتاج على تايتل بالشكل ده كده، تايتل، وادي هنا من الاي اس بان نمبر بديسكريبشن، وبعد كده هيكون عندي ايه تاني، احنا قلنا ايه تاني، اي بان وديسكريبشن بأوتر. ببلشر، ايه تاني، يكون عندي عدد الصفحات او البيجز زي ما انتم شايفين كده. طيب ده بالنسبه هنا للبوكس. طب الستور هيكون في ايه؟ انا يهمني في الستور، انا عايز اعرف الستور نيم. نيم، ايه تاني، ممكن يكون له كود معين. في كمان عايز اعرف الادرس، تمام. ده بالنسبه هنا الكود ده، هنا يقصد يعني حاجه، يعني حاجه تعريفيه او كود تعريفي، ده اسمه هنا كود تعريفي، تمام. كود تعريفي بالشكل ده كده. ده بالنسبه هنا للستور. ما انساش طبعا ان انا لازم يكون عندي هنا ايه، حاجتين. ايه هما؟ ان انا هيكون عندي هنا اي دي سواء للستور او اي دي سواء للبوك، تمام. يبقى هنا دوت تو مودلز. انا وريتك شكل كمان الداتا بيز ديزاين. هيكون عندي هنا تيبل للبوك، هنسميه بوك، تمام، وتيبل للستور هنسميه ستور. عرفنا حاجه، بس ناقص حاجه. انا قلت لك هنا ايه العلاقه، هنا ايه، مين تو ميني، صح؟ لا، اوعى تتلخبط وتقول لي ميني تو ميني، كنت بضحك عليك. بس العلاقه هنا ايه، وان تو ميني. طيب انا محتاج ان انا اضيف هنا ايه، اضيف كمان ان البوك ده موجود في اي ستور. احنا لازم هنا نضيف كمان هنا اهوت الستور مين،
خلي بالك ان انا قلت لك ان انا عندي كود تعريفي. طبعا الكود ده لازم يكون يونيك على مستوى الستور، لازم تحط هنا الستور كود عشان تبقى حاجه انت فاهمها لما تشوف الكود تبقى فاهم. لكن لما تيجي تقول لي هنا مثلا سي مثلا عندك 10 او 15 ستور عندك موجودين، فلما ادي لك الاي دي مش هتعرف، مش عارف. لكن لما ادي لك لكل ستور يونيك اي دي معين، يكون احنا فاهمين ان ده موجود في عين الصوت مجرد ما اشوف الكود بتاعه بالشكل ده كده. تمام. طبعا الكود ده احنا ممكن نتفق عليه ان هو يكون 3 كاركتر او 4 كاركتر زي ما احنا نتفق. طيب ما كلمناش برضو على كمان ان كل واحد من دول سواء اللي هو الحاجات اللي هي التايتل والاي اس بان، الحاجات ديت التايبس بتاعتها ايه؟ والنيم طبعا النيم ده هنا سترينج، والكود ده هيبقى هنا برضه سترينج، والادرس ده هنا سترينج مش مشكله. تمام. طيب ايه تاني؟ البيجز ده هيكون نمبر، الببلشر سترينج عندي، الفوتر سترينج برضه، الديسكريبشن سترينج، الايس باد ده مش نمبر لان هو ممكن يكون فيه شويه كاركترز فهنعتبره سترينج. طبعا الاي دي ده هنا هيبقى السيكونس بتاعي هنا، او في البوست جريس حاجه اسمها السيريال دي كانت لك السيكونس اوتوماتيك. تمام. طيب وبرضه هيبقى هنا عباره عن نمبر انتجر. تمام. ده بالنسبه هنا للداتا بيز. طبعا هناخد من ضمن الحاجات ان انا افتح لك الداتا بيز واكريت التيبلز ديت قدامك عشان تبقى انت شايف الدنيا هنا ماشيه ازاي. تمام. دلوقتي بقى نروح على الفيجوال ستوديو ونروح نكريت مين المودلز اللي انا قلت لك عليها. نبدأ بقى هنا نكريت المودلز بتاعتنا. هنروح على الموديل اكريت هنا حاجة اسمها بوك دوت موديل دوت جي اس بالشكل كده، واكريت كمان مع ستور دوت موديل دوت جي اس. وبعدين انا بس هاخد الجزء ده هنا كوبي بويست كده واروح على الستور، بغير هنا اسميه هنا ستور بالشكل ده كده، واقول له هنا بلس ستور. انا محتاج هنا ايه؟ اغير كل الحاجات دي كلها. طبعا انا بقول لك هنا ستور اي دي، بعد هنا ستور نيم، بعد هنا ستور كود بالشكل ده، او ممكن اكتب كود هتبقى مفهومه. وبعد كده احنا محتاجين قلنا ستور اي دي، ستور نيم، ستور كود، وادي هنا الادرس. كده بقى انا هغير بس الادي هنا كده. تمام. ده بالنسبة هنا للستور. طبعا ده ممكن انت تعتبره بعد كده ان ده ممكن يكون لوك اب عندك، او ان انت لو عايز تعمل له يو اي بشكل معين يبقى ان هو تسمح ان اليوزر او الادمن يقدر ان هو يضيف ستور جديد، يقدر يحط عليه بوكس جديدة. تمام. ده بالنسبة هنا للستور. هنا نروح على البوك بالشكل ده كده، بعد هنا بوك، بعد هنا بوك. انا طبعا هنا محتاج هنا البوك اي دي، محتاج التايتل، محتاج هنا اي اس بان كده كده، محتاج ال ديسكريبشن، محتاج ال publisher، ال author، ايه تاني؟ احنا قلنا book id، title، isbn، description، publisher، author. في حاجة تانية؟ ال pages عندي. تمام.
ادي هنا البوك اي دي، البوك اي دي تايتل زي ما هو، الاي اس كام بالشكل ده كده، الديسكريبشن description البابلشر البابلشر. هنا طبعا هنا انا ممكن انا اضيف هنا اضافه الكريتد باي والكريتد اون، هنا دي سهله جدا ان انا اضيفها بالشكل ده كده. وادي هنا البيجز عندي، عايز اسميها بيجز، عايز اسميها بيج كاونت، يعني دي برضه بترجع لك. ده بالنسبة هنا للبوكس، فاحنا عملنا هنا البوك موديل وعملنا كمان الستور موديل كده، يبقى خلصنا هنا الديفينيشن بتاعنا. ان شاء الله في الفيديو الجاي هبدأ اتكلم معاك بقى ازاي ان احنا نعملهم كداتابيز في التيبلز، ونبدأ نكاريت الاسكريبتات، لان احنا هنحتاج ان احنا كمان نكاريت هنا فولدر جديد اسمه سكريبت، سكريبت بالشكل ده، فيحتوي على ديسكريبتات على اساس ان انت لما بتكون شغال في تيم فانت بتسيب بتكريت تيبل جديد او بتكريت فيو جديد او بتكريت سيكونس جديد او بتكريت ستور بروسيدور او بروسيدور او اي حاجه بتعملها، فمحتاج انك تحط لها فايل عشان التيم بتاعك لما هيجي ياخد الاكستشينج اللي انت عملتها دي يقدر يرنها عنده على اللوكال داتابيز. ولو انت عندكم ديف داتابيز هيبقى الموضوع مسمى، بس بتحتفظ بالحاجات دي لان انت هتحتاج بعد كده وانت لما بتطلع على ستيجنج او برودكشن هتحتاج انك ترن السكريبتات دي من اول وجديد، وبالتالي انت محتاج انك تكون الموضوع بالنسبه لك ايه اب تو ديت الحاجه دي. ده بس كان هنا بالنسبه لعمليه اضافه الموديل.